إذا كان الإمام وعلى يمينه رجل واحد يصلي، ثم جاء رجل آخر فلم يجنبه لكي يتأخر، فهل هذا العمل صحيح؟ وما هو الصحيح؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن المشروع في صلاة الجماعة أن يكون الإمام قدام المأمومين، هذا هو السنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن صلوا جميعا في صف واحد وكانوا عن يمين الإمام فلا بأس بذلك، أو كان الإمام وسطهم يعني بينهم فلا بأس بذلك. يورد ذلك أيضا من فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فكلا الأمرين جائز، ولكن الأفضل أن يكون المأمومون خلف الإمام، هذا هو الأفضل، سواء كانوا اثنين أو أكثر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.